السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم ان تشيز كيك ولا اروع. يعني المقادير بسيطه والذوق روعه. واش راح نحتاجو؟ راح نحتاج اي بسكوي يكون عندك. انا استعملت بيمو هكا باش نكونوا صريحين. يعني هاد الحلوه يعني متوفره عندنا في الجزائر، عندنا يعني من سنين. المهم طحنتها بودره كما رانا نشوفوا، علبه واحده. وهنا عندي حوالي 100 حتى 120 غرام تاع لا مارغارين تكون دايبه ولا زبده ولا كيما حبيتي انتيا. وهنا عندي امول تاع 26 سنتيمتر، من الاحسن اللي تفتح باش تجينا العمليه سهله. نبدا اول عمليه هو اني ندير الزبده على لو بسكويت تاعنا، نرجعوه مرمل. يعني هذه هي الطبقه الاولى تاع لو تشيز كيك تاعنا. المهم انه يتشمر كامل، اذا ما حنخدمو مليح. هنا بعد ما خلطتو مليح، هنا اللي ما عندهاش الميزان تاع باش توزن المارغارين ولا الزبده، دوبي وديري حتى تشوفي لو بسكويت تاعك ترمل، يعني ماشي يتلم يولي مرمل. لكن كي نديره هكا يعني تضغطي عليه يولي كتله واحده. نحكم لو مول تاعي ونديرو في القاعده، نعمل لو بسكويت تاعي في القاعده باش يكون كامل السمك واحد بهذه الطريقه. ونحكم الملعقه، اذا بالظهر تاع الملعقه نسكن كامل السطح باش يجينا متساوي، يعني ما تجيناش الطبقه خشينه طبقه رقيقه. ونخليها بجهه حتى تبرد شويه ونكمل الطبقه الثانيه. هنا نجوزو الطبقه تاع التشيز كيك. واش راح نحتاج فيها؟ هنا هذه الطبقه هذه بعد ما بردت يعني راهي شدت روحها. واش راح ندير فيها؟ راح ندير فيها الياغورت ناتور اللي هو نقدروا نقولوا الزبادي او الياغورت طبيعي. 5 علب، نحتاج كاس الا ربع تاع السكر، هذا الكاس يفد 240 مليلتر، وزوج كيسان تاع حليب غبره. هنا ملاحظه فقط، هنا اللي ما توفرش عندها الياغورت ناتور واش دير؟ هنا عندنا بديل انك تستعملي ياغورت عادي، ياغورت معطر. تختاري اي نوعيه اللي حبيتيها، يعني اي ذوق، فراز ولا مشماش ولا الذوق اللي حبيتيه تستعمليه. لكن في هذه الحاله تستغني عن السكر. اذا الا ما درتيش ياغورت ناتور نستغنى السكر ما ديريش، لانه الياغورت اصلا المعطر يجي حلو، لكن ناتور صامت يعني زبادي ما يجي فيه حتى بنه. نبداو مباشره في طريقه التحضير. واش نحتاج؟ اذا ندير الياغورت ناتور تاعي كامل، نفرخهم. هنا بعد ما فرخت الياغورت ناتور تاعي ندير السكر والحليب غبرة تاعنا، ونزيد لهم لافاني ليكيد ولا اون بود ولا واش يكون عندك. نعمل لافاني حوالي مغرف صغيرة تكفي، ونخلطهم بالباتور. احسن اني نخلطهم بالباتور باش ينسجموا كامل المقادير وما يبقاولناش هذوك لي كريمو. اذا هنا بعد ما خلطت الخليط مليح، يعني هنا ولا لي رطب رانا نشوفو، نفرغه على هذاك لو بيسكوي اللي كنت وجدته، يعني يجينا جاري الخليط كما رانا نشوفو. نفرغه على لو بيسكوي تاعنا، بسم الله. بهذه الطريقة. هنا راني شاعلة الفرن تاعي مقبل على 180 درجة، ندخلو للفرن لكن لمدة يعني راح نحسب لكم الوقت، يعني على الأقل 10 دقائق. مش راح ياخذ لون لكن ينشف فقط، يعني كي ديري صبعك من الفوق تصيبيه ناشف في هذه الدقيقة، يعني ما تخليهش ياخذ لون ذهبي. يعني ها هو بعد ما خرجتو من الفوق، المهم كي ديرلو هكذا ناشف يعني ماهوش جاري، تخرجوه ما تخلوهش يحمر، نخليه يبرد تماما في الثلاجة باش نكملو التزيين ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا ها هو تشيز كيك تاعي يعني المعطر وبرد. ها هو يعني انا ما نحبوش عالي بزاف، لكن الاخوات اللي حبيتوه عالي صغروا في المول شويه راح يجيكم عالي. الان نجوزو الطريقه تاع التزيين تاعنا. انا حنعمل تزيين بسيط، ودائما نقول لكم التزيين يبقى اختياري. ندلو الصوص تاع كراميل، يعني انا حقيقه هذا الصوص كراميل يعني نشريها. نعملو صوص كراميل تزيين،
الطريقة، لأنه أبيض يعني راح يبان فيه. لا تحبوا ديروا صوص شوكولا يعني، هنا تزيين اختياري كما قلت لكم. نحكم لهنا، حكمت شوية تاع اللوز إيفيلي اللي كنت حمصته، ونعمله على الوجه تاع التشيز كيك تاعنا. يعني رجعوا شوية راقي هذا التشيز كيك تاعنا، هو بسيط، حتى مقاديره بسيطة لكن النتيجة ما شاء الله. حتى البنة تاعو يعني البنة تاعو كيما النيسلي كراميل يجي بنين. اذا نعمل له لوز إيفيلي، نعاود نقلو شوية تاع الصوص كراميل من فوق فوق اللوز بهذه الطريقة باش يجينا غني هذا التشيز كيك هذا. ها هو امامكم بعد التزيين، راح نقسم منه. اذا ها هو التشيز كيك تاعي بعد ما قسمته، ها هو امامكم. طعمه روعه، واش نقول لكم، يعني عنده واحد الطعم يعني خصوصي يعني خاص، طعمه يجي بزاف بنين. ها هو امامنا كي قسمته في الطبسي، يعني ها هو شوف كيفاش يجينا. يعني الطبقه الثانيه تجي شويه مقرمشه، الطبقه الفوقانيه يعني تجي كريمي، يعني تجي اون كريم، تجي شابه بزاف. يعني نتمنى انكم تجربوها، و الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو، تشاركوا في القناه حتى يصلكم الجديد. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.